صور الوحش اللي هنا. لا صور الوحش اللي هنا. حبيبي ابو ناصر بركاتك بي. اديه وحش. يلا يا كريم. ما شاء الله. ها. ما شاء الله تبارك الله. تدورهم انت من اول ولا تبغى معاهم؟ ها؟ نبغى الاكشن. والله نبغى الاكشن. استاهل. يا النبي. توقعاتك ابو نايف. ان شاء الله توينا باذن الله. يلا يا كريم. هنا ابو شرف. هو مجنح. ايش اقول لك؟ شافع. استاهل. ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. استاهل عليهم. صاحبنا منه؟ دويل ميو باي. ما شاء الله. لا والله ما قصرت يا شرف. ما شاء الله. خلابي. خلاص وصلت. حق السحور جاء. احنا اليوم متأخرين طالعين و الحمد لله بإذن الله. فكر حق السحور. حق السحور وصل. يا ابو ناصر. الله كريم. طيب اشياء ما شاء وصل مليح. وصل مليح. طيب جيتي قرب. يلا قرب. لا حدر ان شاء الله. تعال في ثاني تاني. كينج سايز ما شاء الله تبارك الله. عجيب تبارك ابو ناصر دوبا. ابو نايف سحور اليوم. ها تثبيط اليوم ان شاء الله. مع انه عادة ما تطلع عنده بشيء يعني صراحة بشروي نظيف. لكن حصلت مرة عنده. صراحة والله مرة كان ممتاز. ما حصلت والله ممتاز. لا بايب اوصال شغال الصلاة عندك. تعبان هو؟ اي في الغالب والله لعبه تعبان الصراحة. خذيت واحد بالبيت. سفينة المدري ايش. سفينة مرة يا شيخ. شفت عنده شعور والله العظيم. تحس يا ولد له سنتين. سنتين؟ والله يا شيخ سنتين ده. سنتين قليلة فيه. والله الرمك. الرمك لونه. الرمك لونه مصفر. والله مصفر، أول مرة أشوف رمك لونه أصفر. إيش هذا يا أخي ها؟ يا رجال والله مساكين الناس. والله يجونا في الأبان يجونا الأجانب. والله يشترون والله. في ناس ما تعرف ترى، حتى في بعضهم أصلا حتى هو يحب بس يبغى الرخيص. ها؟ أخ رخيص مو للدرجة دي يا صاحبي. يبغى الرخيص والله، في الأبان الأجانب هذول يبغى الرخيص. كل ما قدم عند الحوت ينزل سعر.
ايش هو؟ ها؟ 40 45. ايوه يعني البلد ما عنده الا سلماني، ياخذ السلماني ياخذ اسمه ياخذ سيكل. يا الله باغه كمان، حتى الباغه ريحتها يا الله. والسلماني السلماني جيب باغه كويس. ها؟ والله جيب باغه صاحي مرات، بس والله مرات اقسم بالله يا شيخ ريحتها هنا الطيره كلها. والله يا مال كسران زي كذا، اخذ اثنين في اللنتين. ايوه فل اخذ زنا في المحل كيلو 8 ريال 7 ريال. والله ما شاء الله زي البختور ماشي. في محل مره طبيت فيه، تخيل وجع كذا محشور لي. هذا الطبخ الشعبي في البحر، هذا شغلنا، رز بصل حط السمك فوق وبعدين. اضطر اترك الصاج. يا وحش صلاة على النبي. ايوه هذا سهل التوي. تبارك الله. راد الرز اللي عنده؟ بس طفرت. توين 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 ان شاء الله توين. يا الله يا رب. يا الله وحش. ربي يرزقه. وين يا وحش؟ ارفع. يا الليل. ايه من جنبه. لا. دقيقة. لا روح روح جيبه جيبه من جنبه جيبه. ايوه هات. هات يا النبي. ما شاء الله تبارك الله. جاك اللي تبغاه. ايوه هاته. جاك. الله هذا كذا. ما شاء الله ما طلع شيء يا ولد. ملعقة من كذا ما في ملعقة هنا؟ ايوه ايوه الحين. الله يجعله بالعافية. الله يعافيك حبيبي. سلم الايادي والله. السلام عليك. هلا كريم. وحش ابو نايف وحش. طولنا طولنا ها. يجي يجي بيزقوا. ما شاء الله مرات الهرجة يا اخي احسن من التالي. استاهل ابو نايف. استاهل قطيبة. بشر وحش ايش تقول؟ طيب راعي البهار. طيب هذه نهايه الفطر يا كريم. شكلك الماشي هذا استاهل صلاه النبي. نهاية رحلتنا اليوم الحمد لله، وربنا اخونا بالصيد الطيب والخوة والصحبة الزينة. حبيبنا ياسر منور يا ياسر.
حبيبي واحد رعد حبيبي حبيبي منورنا منورنا حبيبنا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جيب الثلاجة الثانية ايش رايك؟ طيب نشوفكم ان شاء الله في رحلات ثانية في امان الله.